كل الذين يروجون ضد نقابة المحامين، الترويج العشوائي والتقويض العشوائي لأداء نقابة المحامين كفى مثل هذه المحاولات لأنها غير مجدية. قدموا لنا أنتم مشروع، قدموا لنا أنتم فكرة، قدموا أنتم مقترح. اللي بيدعوا أن هم متضررين من أداء نقابة المحامين يقول لنا يزودوا معاشات النقابة إزاي، يقولوا لنا نزود العلاج عن اللي احنا عملناه ده إزاي، يقولوا لنا هم مع تنقيط الجداول ولا ضد تنقيط الجداول، يقولوا لنا هم مع التعليم المفتوح ولا ضد التعليم المفتوح، هم مع الدبلومات ولا ضد الدبلومات. لازم الناس دي تعلن رأيها، الناس اللي وقفت في المحاكم ضدكم وترفع دعاوى ضدكم علشان تدخل دبلومات الصنايع والتدبير المنزلي في نقابة المحامين، هم دول اللي وقفوا ضدكم لما نقيتوا جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين واللي مش موجودين في العمل في دائرة العمل بشكل مطلق وبشكل نهائي. النهارده ده على الفيس صفحاتهم بتقول احنا الفرق بيننا وبين المحامين المشتغلين احنا كنا بندفع الاشتراكات بس، احنا هم بيشتغلوا واحنا ما بنشتغلش. طب لما انتوا ما بتشتغلوش مطلوب نديكوا خدماتنا ليه؟ نديكوا معاش المحامين ليه؟ نديكوا علاج المحامين ليه؟ اموال المحامين وعلاج المحامين ومعاش المحامين للمحامين المشتغلين دون سواه. هذا هدف لن نتراجع عنه ولن نتهاون فيه ولن نفرق فيه مهما كانت النتائج ومهما كانت الحسابات الانتخابيه، لانه اللي بيراهن على انه اللي أضير من قرارات التنقيه هم دول اللي هينجحوه واهم اللي هيحمي نقابه المحامين المشتغلين واللي هيرفع راية نقابة المحامين المشتغلين، واللي أنصفنا وأنصف نقابة المحامين هم المحامين المشتغلين، مش غيرهم، لأن غير المشتغل ما عندوش علاقة بالمحاماة، ملوش علاقة برسالة المحاماة ولا بدور المحامي ولا بتاريخ المحاماة ولا بماضيها ولا بحاضرها ولا بمستقبلها، لأنه أصلاً لا يعتني أو لا يرغب ولا يريد إلا الكارنيه، هو عايز مجرد كارنيه يبقى في جيبه علشان يستخدمه عند اللزوم، يستخدمه عند الإشكال، يستخدمه عند المعاش، يستخدمه عند العلاج، لكن عند العطاء هو لا يعطي ولا يساهم مثلما تساهم ولا يقدم لا دمغة محاماة ولا أتعاب محاماة، إنما يؤدي فقط الاشتراك السنوي الذي هو في مجمل مصروفات نقابة المحامين لا يساوي كثيرا ولا يسدد حتى الاستحقاقات الإدارية عن شؤون نقابة المحامين.